هتلاقي اسلام البحيري بيقول لك ايه، احنا مش هنناقش ثوابت الدين. ده كان في لقاء كده مع عمرو اديب وقال لك احنا مش هنناقش ثوابت الدين، احنا بنتكلم عن الحاجات اللي كتبها بشر زينا. بيقول لك تاني مؤسسه التكوين بتحترم المؤسسه الدينيه ولا تصطدم مع الازهر، وبيقول الهجوم على مؤسسه التكوين غير مبرر ومستحيل نعمل فتنه. مستحيل تعمل فتنه، امال هتعمل ايه؟ هتعمل كشري؟ جاي بعد السنين، يعني عشرات مئات السنين، جاي تشكك المسلمين في دينهم وانت غير اهل لده. شويه مجموعه او مجموعه من الناس اللي بتقول انها مثقفه، شويه مجموعه اصحاب مزاج وكاس عايزين يقعدوا مع بعض ويكتبوا للناس يمشوا على ايه، يعملوا ايه، ويسمعوا لمين، وياخدوا فتوى من مين. شويه ناس شايفين ان البخاري ومسلم دي ناس مضله، بعضهم قال الكلام ده صراحه، بعضهم شايف ان الحديث دي، لا الحديث دي مش عجبانة اصلا، مش ماشيه مع الواقع، احنا مش هنصطدم مع الثوابت اللي هي القران بس احنا هنقولها على كيفنا. هو عايز يوريك ان هو اعلم من كل الناس اللي سبقت في الامه دي على مدار ال 1400 سنه اللي فاتوا، وبعدين يقول لك احنا مش هنشكك، مش هنتصادم مع الناس ولا هنتكلم في الثوابت. يعني تخيل ان مركز التكوين ده عامله الامارات بفلوسها وحط على راسه ابراهيم عيسى. تخيل ابراهيم عيسى اللي طلع قدام الناس قبل كده يتريق ويسخر من ايات ربنا في كتابه العظيم القران، ده اللي جاي يقول لك تمشي على ايه وتمشيش على ايه وتطيع ربنا ازاي. ابراهيم عيسى اللي عنده مشاكل مع، مش بس مع الاسلاميين او اللي بيلتزموا بالاسلام، لا عنده مشاكل مع القران نفسه، وده اللي قاله انا مش جايب حاجه من عندي. يعني الناشط هيثم طلعت، انا عرضتها لحضراتكم قبل كده وعرضتها لكم تاني، قال لك لو كنت ملحدا لاعتبرت 4 مايو هو عيد الالحاد في مصر. ليه؟ لان ده اليوم اللي انشئ فيه مركز تكوين بسخاء، يعني سخاء الاماراتيين طبعا. ايه انشأوا المركز ده؟ تكوين، يعني تقدر تقول كده تكوين للتشكيك في ثوابت الدين. تعال نشوف بعض البوستات اللي الناس اتكلمت عن ارائها في مركز تكوين ده بوضوح وصراحة. عبد الفتاح الدلش قال لك ايه؟ قال لك تم اطلاق مؤسسة تكوين، ركز في المؤسسين هتكتشف نوايا المؤسسة، حافظوا على عقيدتكم وعقائد اولادكم، شلة مفسدين شغلها الشاغل تشويه في الدين الاسلامي عن طريق الطعن في السنة النبوية باسم التنوير. يا جماعة هتلاقوا يعني قص واقف مع تكوين، ده جاي يناقش ثوابت الدين الاسلامي. طيب نوع عبد الغني كاتبه على حسابها بتقول حافظوا على عقيدتكم وعقائد اولادكم، شله مفسدين شغلها الشاغل تشويه في الدين الاسلامي عن طريق الطعن في السنه النبويه باسم التنوير، احذروهم، الدين مش حكر على حد، بس عشان تناقش الدين ارجع لاهل التخصص، هاتوا شيخ زي احمد الطيب مثلا واعملوا معاه مناظره واطرحوا الاسئله اللي انتم عاوزينها وخلوه يجاوب، وقتها تبقى مناقشات علم فعلا. لكن توجيه رسائل من طرف واحد متطرف ده ملوش علاقة بالعلم ولا التنوير، ده حملة موجهة لأفكار لهدم العقيدة باستغلال جهل الأغلبية للأسف، وإعلام ومنظومة فاسدة. يا عم ده كانوا جايبين واحدة بتقول لك، والسيدة خديجة كانت متحمسة قوي وكلام كده، بيتكلموا عن الصحابة أمهات المؤمنين بلهجة لا تليق وباسلوب يعني اسمح لي ركيك جدا للغايه. طيب النهارده تقريبا النيابه العامه خدت خطوه، امبارح او النهارده خدوا خطوه كده النيابه العامه في موضوع تكوين ده. ابحثوا لنا كده يا جماعه، انا شفت الخبر من شويه، كان في خطوه النيابه العامه في مصر خدتها ضد تكوين، لان تكوين عمل فتنه في بدايه ظهوره بكلام المؤسسين. تخيل انت يوسف زيدان على ابراهيم عيسى على اسلام البحيري، ناس واحد منهم قعد يشتم في صلاح الدين قبل كده قال عليه مجرم يوسف زيدان، واحد تاني بيسخر من كل حاجه وبيتطاول على كل على كتير من الرموز. مثلا ابراهيم عيسى ده شتم قبل كده في كتاب اسمه عمائم وخناجر، شتم الشيخ الشعراوي ويعني تعرض له بشكل كبير جدا. طب باشا هو انت شيخ مثلا عالم دين عشان ناخد منك؟ لا انا متنور،
ايوه يعني ايه متنور؟ يعني انا شايف كده. طب ما الكلام ده يلزمك انت، ما يلزمناش احنا يا عم، ما تقعد على جنب. اسلام البحيري سجين قبل كده علشان اصدار الاديان. طب انا اخد منك دين ازاي يا عم وانت اصلا لا مؤاخذه سباك، يعني مع احترامي للسباكين، سباك علمي يعني جاي تمشيها. لو استاذه فاطمه نعود اقعد قدام استاذه فاطمه نعود عشان تشرح لي او تفسر لي سوره التوبه مثلا. يا جماعه يعني انتوا بتوع قصص، خلوكوا في القصص وخلوا الدين للمتخصصين فيه، زي الطب كده خلوه للمتخصصين في الطب ومش عارف ايه الهندسه المهندسين والدين التخصص. انا بكلم انت بتصلي وتصوم انت مسلم، انما تخصص العلم عشان تبقى بتناقش وبتفند ادرس دين الاول، مش يعني مش بالدراع يعني. عندي تقريره جبت لنا، طب هات لنا كده. لا انا عايز الخبر بتاع النيابه العامه عندك؟ مش صحيح. طب ورينا كده تفنيد فندت الموضوع وقالت لك مش صحيح. تتبع فريق تفنيد الادعاء المتداول على بعض المواقع الاخباريه ومواقع التواصل الاجتماعي بشان قرار النائب العام بايقاف مركز تكوين، واتضح انه غير صحيح. اذن مؤسسه تفنيد، وهي مؤسسه محترمه وموثوقه، قالت لك ان النائب العام ما خدش خطوه ولا حاجه. طبعا يعني انت متخيل ان النائب العام هياخد خطوه ضد مركز تكوين ده اللي عاملاه الامارات وافق عليه السيسي قبل كده، وقال لك من حق الملحد يناقش افكاره على الهوى؟ ده طبعا بالخلاف لكتير من الاقوال اللي قالها علماء دين مسلمين ومسيحيين. قالوا يعني ايه تناقش على الهوى؟ بقصد فتنه الناس ولا بقصد اضاعه وقتهم؟ يعني كان في ردود كتير في الوقت ده. عموما عندي تقرير عن تكوين الالحاد في مصر، فتش عن الامارات ومروج الدين الابراهيمي. بس قبل ما نشوف التقرير هنشوف مع بعض بوست للاستاذ الزميل الصحفي سليم عزوز، هو في الاصل كاتب ساخر يعني. قال لك كنت أتمنى أن يكون موضوع مركز تكوين لصاحب إبراهيم عيسى وشركاه في حدودنا، لكن أن يصل الأمر بهيئة كبار العلماء أن تعلن عبر أحد الأعضاء أنها في ترقب لما يسفر عنه، فهنا تحقق لأصحابه ما يفوق أكثر أحلامهم جنونا. هؤلاء يقدمون بلاغات في أنفسهم ليعلم الناس بأمرهم عالم قاعدة على الفيسبوك، وكلما قال قائل كلمة صاح صائحهم في البرية أين الأزهر؟ أزهر إيه؟ المطلوب حضوره في كل هفوة، فما لازمت أمثالك في الحياة الدنيا ثكلتك أمك. يعني أستاذ سليم بيقول لك إيه؟ ما تشغلش الأزهر بكبر الأزهر وثقله في حاجة أنت ممكن ترد، أنت ممكن تدخل على ترد على موضوع تفنيد موضوع تكوين. مش لازم الأزهر يبقى قاعد في كل حاجة والكل حاجة، لأنها تكوين واللي ورا تكوين صغيرين، ما تكبرهمش، حطهم في مكانهم اللي يستحقوه، هو مكان ضئيل وصغير جدا.